يا من يرى وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله تعالى أن يعصمنا من عذاب النار. وبعد، عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي المقصرة بتقوى الله، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا تبين وجوهنا يوم نلقى الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح على بلال، فوجد عنده تمرا، قال له: ما هذا يا بلال؟ قال: هذا تمر أدخره أخبئه أخزنه، تمر أدخره. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك يا بلال، أما تخشى أن يكون له دخان يوم القيامة؟ أنفق يا بلال، أنفق يا بلال، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. يا من يدخر الملايين والملايين ويبني العقارات ويشتري العقارات والدور، أنفق تميرات قليلات. ومع ذلك الحبيب المصطفى يوصيه على الإنفاق: أنفق يا بلال. وكان من الفقراء، المال ما هو إلا زينة في هذه الحياة. قال الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا المال ما هو إلا فتنة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فتنة هذه الأمة المال. هذا المال الذي أكرمنا الله به، هذا المال الذي نجمعه، هذا المال الذي بين أيدينا، إنما هو مال الله ونحن مستخلفون فيه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه، قال: إنما أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم وادي لأحب أن يكون له فان، ولو كان له وادي
بطبيعته، جبل وركز فيه حب المال. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وما نراه في واقعنا، تجد الانسان يصل الليل بالنهار والنهار بالليل من اجل جمع المال، من اجل جمع الدرهمات. النتيجه يموت ثم يدفن ولا يملا فمه وجوفه الا التراب، ياكل الدود منك، ثم بعد ذلك تصير جيفه لدنه تنفر منها الكلاب. اما المال فما هو الا من الله سبحانه وتعالى. ان جعلته صدقات تنفقها على الفقراء كانت صدقه جاريه لك، نفعتك في قبلك وعند الله. فالمال كما يقال سيف ذو حدين، إن أنفقته في الصلاح رفعك إلى أرفع المنازل، إن أديت حقه للمسكين واليتيم والأرملة والفقير ولمن يستحقه كان فخرا لك، وقدمته لنفسك وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أما إن أنفقته وأهلكته في المعاصي والذنوب في الملهيات والطرف كان سببا لهلاكك في الدنيا قبل الآخرة. لذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منهما عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ هل اكتسبه من حلال؟ هل اكتسبه من مباح؟ هل ماله طيب؟ هل ماله ناله من باب مشروع؟ وأين أنفقه؟ أأنفقه في اللهو؟ أأنفقه في الطرف؟ أأنفقه في المعاصي والذنوب؟ أأنفقه في الوجوه المشروعة والمطلوبة؟ أم في غير ذلك؟ يسأل الإنسان: من أين جمعته؟ ومن أين اكتسبته؟ وأين صرفته؟ أما إن جمعه في الحلال فإن هذه الدنيا حلالها حساب، أما إن جمعه في الحرام فهذه الدنيا حرامها عقاب. الويل ثم الويل إن صرفه في المنكرات والمعاصي والذنوب، الويل ثم الويل إن اكتسبه من الحرام ومن كسب غير مشروع. الله تعالى طيب، لا يقبل إلا طيبا. تجد الإنسان يجتهد كل الجهد في جمع المال ثم بعد ذلك يريد أن ينفقه في الخير، هيهات هيهات. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. عباد الله، أيها المسلمون، أيها المسلمون، إذا ضيع الأغنياء حق المال فإن هذه الأمة ستعيش الضنك والتعب والقحط والفقر. أخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، يعني الجفاف، ولولا البهائم على وجه البهائم فقط، ولولا البهائم لم ينطروا. تخيل على وجه العجماوات والبهائم الله سبحانه وتعالى أكرمنا ويتفضل علينا بهذه المطيرات، الكل يشتكي الجفاف والكل يسأل هل نزل المطر في البلد أم لا؟ والسبب، سبب هذا الجفاف وهذا الشح وهذا القحط، إحجام الناس وبخلهم وشحهم ومنعهم لزكاة المال. أيها المسلمون، من أتاه الله مالا كما ورد في الأثر، ورد في الخبر قوله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدِ زكاته مثل له هذا المال شجاع أقرع، له زبيبتان، ثم يأخذ بشدقيه ثم يقول له: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. نعم، هذا المال سيطوقك يوم القيامة إن منعت حقه ولم تؤدي زكاته.
عباد الله، حق هذا المال أن يعطى للفقراء، للأيتام، للأرامل، للمساكين. حق هذا المال أن تتاجر به مع الله سبحانه وتعالى. حق هذا المال أن تنفقه في أبواب الدعوة، أن تنفقه لبناء المساجد، أن تنفقه لتوسعتها، أن تنفقه لتعليم القرآن الكريم، أن تنفقه لنشر العلم النافع، أن تنفقه لدعوة الناس إلى هذا الدين. هذا هو حق المال. ورد في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيبقى بها جبينه وجلده وظهره، كلما بردت أعيد عليها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الخلائق فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فمن يتحمل هذا العذاب؟ شكون غادي يصبر على هذا الألم؟ لذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لامرأة لما رأى على ابنتها سكتين من ذهب: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله سبحانه وتعالى بهما يوم القيامة سوارين من ذهب أو سوارين من نار؟ لذلك فلنحذر من منع زكاة المال، أن نحذر من البخل والشح. نعم أيها المسلمون، الشح من أسباب الهلاك في الدنيا قبل الآخرة. ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: 3 مهلكات، شح مطاع وهو المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. الشح من أسباب الهلاك والدمار. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم الشح، حملهم على سفك دمائهم واستحلال محارمهم. مرض خبيث، مرض تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يجتمع الشح والإيمان في قلب أبدا. إن كان في القلب شح ضعف الإيمان قد ينعدم، أما إذا غاب وزال الشح من القلب وجد الإيمان قلبا خصبا، قلبا مفعما بالإيمان. لذلك للأسف الشديد تجد بعض الناس يفصل ما بين العبادة والإنفاق. تراه يصلي ويحافظ على الصلوات، يجتهد في تطبيق السنة وهذا خير، ويجتهد في أبواب الخير إلا الإنفاق. يقدر على نفسه حتى كما قال الشاعر: يقدر فلان على نفسه، فلو كان من تقديره قال: يقدر فلان على نفسه فليس بباق ولا خالد، فلو يستطيع لتقديره تنفس من خير واحد. وهذا حال بعض الناس نسأل الله المعافاة. تجد بعض الناس يعاملون الآخرين بالجانب المادي وليس بالجانب الأخلاقي. أعطيك، ليس هذا الأسلوب النبوي أبدا. الأسلوب النبوي تأملوه في قصة زيد بن سعنة الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهودي أراد أن يختبر رسول الله، وكان عيد الربيع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكي هو أنه جاء يومين أو ثلاثة قبل موعد الدين، جاء قبل الوقت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا صلوا على أنصار جنازة. فلما ذهب عند الحائط جاء هذا اليهودي بأسلوب قبيح ووجه غليظ، وأخذ بمجامع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: يا محمد، ألا تقضي حقي فما علمناكم يا بني هاشم إلا نطولا؟ قطع ثلث أداء الحقوق، وهو أسلوب قبيح وخشن. طيب، وكان ينظر ماذا سيفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت فإذا عمر رماني ببصره، فقال لي عدو الله: أتقول رسول الله ما أسمع وتصنع فيه ما أرى؟ فوالله لولا أني محاذر فوته وغضبه لضربت بسيفي هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بكل هدوء بكل سكون وسكينة قال لعمر: يا عمر، أنا وهو كنا أحوج من هذا، أن تأمرني بفعل
الأداء وتأمره بحسن التقاضي، فقط اذهب يا عمر أعطيه حقه وزده على حقه 20 صاعا جزاء ما روعته بخيرته. فذهب به وأعطاه حقه ثم زده 20 صاعا. قال: ما هذا؟ زيد يهودي حضر أحبار يهودي. قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعطيك حقك وأن أزيدك 20 صاعا جزاء ما روعتك. فقال: ألا تعرفني؟ فقال: أنت زيد بن سعد حضر يهود. قال: نعم. قال: ما من شيء في وجه رسول الله ومن علامة النبوء إذا رأيتها فيه إلا خصلتين أردت أن أخبرهما فيه. الأولى: يسبق حلمه جهلا. الثانية: لا يزيده كثرة الجهل عليه إلا حلما، وقد رأيتهما وخبرتهما فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم زيد ورضي الله عن زيد. كيف أسلم؟ كثرة المحاضرات وكثرة الخطابات، تعامل سمح، السماحة والإنفاق والكرم، هكذا أسلم هذا الرجل. فكيف يسلم أولئك الناس؟ كيف سيسلمون؟ كثرة الخطابات، لكن نعم دعوة طيبة، لكن عبرة بالمعاملات والتعاملات، الأفعال. أما الأقاويل الكل يجدها والكل يتقنها، قد تضع 10 سوايع، لكن فعل واحد فقط قد يكون له تأثير أفضل وأعظم من خطابة رنانة وخطابات حماسية. نعم، هكذا كان رسول الله سبحا يا أيها المسلم. هذه الدنيا كل ما فيها إلى زوال. يا عبد الله، ما أكلته أفنيته، وما لبسته أبليته، ولا يبقى لك إلا ما أنفقت، وما أنفقته قد قدمته عند الله تبارك وتعالى. ما تصدقت به هذا هو الحساب الحقيقي، هذه الكوينتا المعقول، هذا هو البر الأخروي، هذا هو الاستثمار الحقيقي. ما أنفقته وما قدمته وما وفرته ليس لنفسك، ولكن وفرته للآخرة، الصدقة الجارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الصدقة الجارية. الإنسان في قبره هو في حاجة إلى الدعاء، وفي حاجة إلى العمل، وفي حاجة إلى الصدقات، الصدقات الجارية التي تجري عليك الأجر والثواب وأنت في قبرك. حينما يضيق عليك القبر تكون في أمس الحاجة إلى الثواب وإلى الحسنات. نعم، قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقال الصحابة الكرام: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. نعم، هذا هو المال الحقيقي، وهذا هو التوفير الحقيقي، وهذا هو الرصيد الحقيقي. استمعوا لهذه القصة. روي أن غلاما يتيما من الأنصار، وانتبهوا لهذه القصة، استمعوها بآذان القلب قبل آذان الرأس. صحابي غلام يتيم عنده بستان، فأراد أن يبني حافيا حائطا حتى يفصل ما بين البستان ديالو وديال الجار أنصاري. فبينما هو يبني اعترض هذا البستان نخلة ليست من نصيبه، ويمشي على الأنصاري قال له: هلا أعطيتني هذه النخلة؟ بعدت النخل كثير وأنا يتيم، هلا أخذني هذه النخلة؟ فإنها اعترضت الحائط، ما غاديش تقد لي الحيط إذا. فقال له: لا والله لا أعطيك إياها. فقال: طيب، ما يضرك أن تبيعني إياها؟ قال له: لا رفض، ما بغاش يبيع لي هذه النخلة. فذهب إلى رسول الله فأخبره بالقصة وطلب شفاعته يشفع له. فقال: أعيد له. فجاء هذا الرجل الأنصاري وسأله رسول الله فقال له: أعطي هذه النخلة لأبي. قال: لا يا رسول الله. تخيل، لا يا رسول الله. فعاد عليه: أعطي النخلة لأخي. فرفض ثلاثة. بعدها قال صلى الله عليه وسلم: أعطي النخلة لأخي ولك نخلة في الجنة. قال: لا. بعدها سكت رسول الله، معني ما كان يزيد، سكت صلى الله عليه وسلم. هناك شوف مقتنسي الفرص، الناس اللي كيقلبوا على الفرص وكيغتنموا الفرص. هذا الدحداح كان جالسا بين الصحابه رضي الله عنه وارضاه،
شاف هذا العرض وشاف هذا الكلام نخلة في الجنة يسير الراكب تحتها 100 عام. نخلة في الجنة بمعنى أنك ستدخل الجنة. سمع وسأل الحبيب المصطفى: يا رسول الله، إلى شرب هذه النخلة أعطيتها لليتيم وشكت معي نخلة في الجنة؟ قال النبي: نعم نعم، ستكون لك نخلة في الجنة. بدا كيفكر شنو غيدير باش يجري هذا الرجل يبيع لي النخلة. ففكر أن عنده بستان من أجود البساتين في المدينة، بستان فيه 600 نخلة وبيت وبئر. قال له: يا فلان، أتعرف بستاني؟ قال: نعم، ومن لا يعرفه؟ فيه أجود الطموح وأطيب الماء وفيه بيت. قال: يا فلان، خذ بستاني وأعطني هذه النخلة، خذ بستاني كله بما فيه. لا إله إلا الله. الصحابي استغرب ونظر إلى الصحابة فوجدوا شهدوا على البيع. فقال له: خلاص، أخذت البستان وأخذ النخلة. فالتفتها من تحت إلى اليتيم، قال له: يا فلان، النخلة مني إلي، خذها. فذهب بها وأخذها. هنا أبد عليك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أصبح الآن عندي نخلة في الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كم من عندك من رباح يا أبي الدحداح؟ كم من عندك من رباح يا أبي الدحداح في الجنة؟ أي كم من تمر كثير من أبي الدحداح رضي الله عنه وأرضاه. فرجع أبو الدحداح إلى منزله وإلى بستانه. عاد إلى بستانه والذي وفر به كل ماله. فأراد أن يدخل البستان فسمع أولاده وزوجته. لم يستطع الدخول فنادى على زوجته: يا أم الدحداح، يا أم الدحداح. فاستغربت كيف يناديها ولا يدخل البيت. قال لها: يا أم الدحداح، لقد بعت البستان. قالت له: بعته لمن؟ قال لها: بعته لله رب العالمين بنخلة في الجنة. قالت: ربح البيع يا أم الصالحة، ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح. بعدها أرادت أن تخرج أبناءها فافتشت جيوبهم فما وجدت من تمر نزعته. قالت: هذا ليس لنا، هذا لله رب العالمين. وأحد الأطفال أخذ ثمرة كان شائعا، أراد أن يأكلها فأخرجتها من فيه. قالت: لا، هذا ليس لنا، هذا لله رب العالمين، بنخلة في الجنة. هكذا كان الصحابة الكرام. يا من يملك العقارات والأموال والأراضي، التجارة الرابحة، التجارة مع الله سبحانه وتعالى. يا من يأكل أموال الناس بالباطل وأموال اليتامى، اتق الله، هذه الدنيا زائلة. ما أكلته أفنيته، وما لبسته أبليته، ولم يبق إلا ما أنفقته فقدمته. ربح البيع يا أبا الدحداح، أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إخلالا. أخر ما تسمعون، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وملائه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: كل متصدق يستظل تحت ظل صدقته حتى يقضى بين الخلائق. في هذا اليوم العصيب، يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد حتى تكون أقرب من النيل، الناس قد ألجمهم العرق والتعب والعطش، المتصدق المنفق الله تعالى يكرمه بظل يستظل تحته. وكذلك من السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل تصدق بمال وأنفق مالا حتى لا تدري شماله ما أنفقت يمينه، الله تعالى يكرمه بظله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى باسم الأعظم أن يوفقنا لإنفاق المال في أوجهه، وأن ننفق ونعطي حقه وأن ننفقه في أبواب الخير. اللهم نق قلوبنا من الشح والبخل. اللهم وفقنا لإنفاق المال في أبوابه المشروعة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وحي كلمة المسلمين. اللهم عليك بشعائر المسلمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي مصر وفي كل ثغر يحارب فيه الإسلام. بعض الإخوة يسألون الدعاء، أحد إخواننا في المستشفى وهو الآن في حالة حرجة، أسأل الله سبحانه وتعالى يشفيه ويعافيه. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم عافهم،
واعف عنهم واجعل ذلك مغفرة للذنوب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونترككم مع سلامه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Hermanos, en nuestro discurso de hoy trataremos el tema de invertir en la causa de Allah y ayudar a los necesitados para que haya equilibrio entre las diferentes clases sociales. Y con estos versos comenzamos nuestro discurso. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Lo cual quiere decir que a lo que atesora el oro y la plata y no los gastan en el camino de Allah, anúnciales un castigo doloroso. Los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam cuentan que un día se personalizó el profeta en la casa de Bilal y le encontró al magnando dates. Le dijo: ¿acaso no temes que respetas a Allah? Reparte estos dates entre los necesitados y no te preocupes, Allah te recompensará por ello, porque Él ama y vela por aquellos que invierten y ayudan a los necesitados. Aquellos que amasan riquezas y riquezas y no un simple puñado de dátiles almacenaban dinero como si fueran a vivir enteramente. Allah en su libro sagrado dijo lo siguiente: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. Lo que significa la riqueza y los hijos son el adorno de esta vida. Pero las palabras y acciones rectas que perduran son mejor ante tu Señor en recompensa y en esperanza. Las riquezas son de Allah y para Allah. Nos las da para vivir, hacer el bien y poder llevar a cabo nuestras plegarias y oraciones, ayudar a los necesitados, pagar el zakat. El ser humano por instinto y naturaleza ama el dinero y por eso trabaja día y noche para reunirlo, pero nunca tiene suficiente. El dinero es un arma de doble filo, que con ello puedes contentar a Allah si lo ganas honradamente y si lo inviertes en buenas causas. Y si lo inviertes en el mal, puedes atraer la ira de Allah. Hermanos, el día que los ricos dejen de cumplir con sus obligaciones hacia los necesitados como lo ordenó Allah, por ejemplo, pagar el zakat, este mundo se sumergirá en una profunda oscuridad y sufrimiento hasta el extremo que Allah estaría a punto de castigarlos con una sequía prolongada si no fuera por los animales. Pues esta gente el día de mañana van a ser estrangulados con esta riqueza que amasaron en vida. El dinero está para repartirlo entre los necesitados y hacer con él buenas obras y no amasarlo y guardarlo. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: uno de los mayores aspectos destructivos es tener un carácter agarrado. Este carácter ha destruido mucha gente en el pasado que llegaron hasta el punto de matarse entre ellos por el dinero. Por ejemplo, hay cosas en casos de algunas personas que hacen sus oraciones, también hacen el ayuno, o sea, siyam, pero tienen este mal carácter de ser agarrados. Esta gente acaba perdiendo los valores de la convivencia, basando todos sus tratos en el aspecto económico, dejando de lado las educaciones islámicas y el mundo de actuar, valorando a la gente por lo que tiene y no por lo que son, olvidando lo más importante que es la decencia, la educación y la ética. Nos cuentan los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam que un judío quiso probar al profeta sallallahu alayhi wa sallam, que tenía un trato con él, pero el judío se adelantó a la fecha acordada y se presentó ante él reclamándole lo suyo y agarrándole sus ropas, diciéndole que debía darle lo que le pertenece ahora mismo. Omar, al verlo al judío tan alterado hablando mal al profeta, se enfadó mucho y se puso a recriminar al judío. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo a Omar: nosotros no somos así y no tenemos sensibilidad de todo
Los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam sueltan, también con los jóvenes. Huerfa tenía un huerto y quiso levantar un muro entre él y su vecino, pero había una palmera del vecino justo en el medio de las dos parcelas. Entonces el joven le pidió que se la vendiera, pero el vecino no quiso. El joven lo contó al profeta, quien intervino para solucionar el problema, diciendo al hombre que a cambio de esta palmera tendrás una recompensa y otra palmera del paraíso. El hombre se negó profundamente, pero había un hombre que se llamaba Abu Dahdá, que estaba escuchando la conversación. Se dirigió al hombre y le hizo una oferta tentadora, diciéndole al hombre que si estaba, que se acepta a cambio de esta palmera un campo con 600 palmeras. Y el vecino aceptó el trato. Y después de eso se dirigió al profeta, diciéndole: ¿es cierto que a cambio de esta palmera Allah le sustituirá esta por otra en el paraíso? Y el profeta le contestó: y tanto Abu Dahdá, una palmera rebosada de dátiles y dátiles. El hombre entregó la compra de la palmera al profeta para que la entregue al joven. Después se dirigió a su casa y pidió a su esposa y a los niños de abandonar el hogar. Entonces la mujer le preguntó: ¿por qué? El hombre le contestó: he hecho negocios con Allah. Ha donado nuestras tierras a cambio de una palmera en el paraíso. La mujer le contestó: bien hecho, bien hecho. Y le cogió a sus hijos para sacarles de la casa. En ese momento se dio cuenta que uno de sus hijos tenía los bolsillos llenos de dátiles. Se lo vació diciéndole: estos dátiles ya no son nuestros, ahora pertenecen a Allah. El profeta dijo: el día del juicio final, siete tipos de personas que Allah les enviará una sombra para protegerles del sol. Uno de ellos es aquel que hizo obras de caridad en su vida. El día del juicio final hará mucha calor y el sol estará muy cerca y no habrá sombra por ninguna parte. Por eso el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: aquel día cada uno será protegido por la sombra de sus buenos actos hasta que le llega su turno para ser juzgado. Hermanos, invertir en buenas causas, porque las riquezas son de Allah y para Allah. Es Él el que da y es Él el que quita. No temáis a las para pobreza, porque Allah os compensará por todo lo que invertéis. Para concluir, rogamos a Allah que nos proteja de los malos hábitos y el vicio del dinero. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.